تعتبر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية من بين اللجان الخمس التي يضمها مجلس النواب، والتي عنيت بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، إلى جانب الموضوعات التي تحاكي متطلبات الشارع البحريني وتلبي رغباته عبر سن جملة من القوانين النافذة. استنادا إلى أحكام اللوائح الداخلية في مجلس النواب، يعمد إلى تصنيف اللجان كأحد أجهزة المجلس الرئيسة وفقا لطبيعة عملها والمجال الذي تعنى بتسلم شؤونه من الألف إلى الياء. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعبر جهود أعضائها الثمانية وفي إطار صلاحياتها التي حددتها اللائحة الداخلية في مجلس النواب، تختص بدراسة المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة، إلى جانب مناقشة الخطط الاقتصادية وإبداء الملاحظات حولها. احنا في اللجنة المالية اكثر الأشياء اللي نناقشها هي طبعا وهي الأهم هي ميزانية الدولة، فناقشنا في الفصل التشريعي الرابع ميزانيتين، ميزانية 2016-2017 و2018 و2019. كذلك يتم مناقشة الحساب الختامي للدولة والحساب الختامي للأجيال القادمة، وكذلك يتم مناقشة تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية. عمق التعاون الثنائي الذي يربط عمل اللجنة كسلطة تشريعية مع خط النهج الذي اعتادت على اتباع مساره السلطة التنفيذية جاء مثمرا، فطيلة مراحل الفصول التشريعية الماضية لا سيما الفصل التشريعي الرابع تم قطف عدد من القوانين التي وصلت إلى قمة نضجها في محاكاة حاجات المجتمع وتنفيذ متطلباته. تعاون جيد أو ممتاز بين السلطة التنفيذية، خاصة إذا مع وزارات المالية ووزارات التجارة، وعلى هذا الأثر كانت يعني مثل ما كنت لاحظت، وخاصة في دور الانعقاد الرابع كثير من المشاريع التي أحيلت إلى السلطة التشريعية من السلطة التنفيذية تم التنسيق معها مع السلطة التنفيذية وتمت الموافقة عليها. فتعاوننا إحنا مع السلطة التنفيذية يعني تعاون جيد بتوجيهات سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر الله يحفظه في هذا الخصوص. لكل لجنة رئيس ومن ينوب عنه وعدد محدد من الأعضاء يتولون بحث ما يحال إليهم من مشروعات ومقترحات ومراسيم لقوانين تخاطب رغبات الشارع البحريني وتلامس احتياجاته ضمن إطار عملي يقضي بما تم طرحه من موضوعات أخرى تدخل في صلب عمل السلطة التنفيذية ونشاطات الوزارات فيها، متوجهة نحو جمع كل البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمسائل المحالة إليها لتمكين المجلس من تكوين رأيه في الموضوع عند مناقشته. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.